طب معلش يا باشا اديني عقلك وامشي حافي شويه. انا كنت قاري خبر بتاريخ 17/3/2020 ان كابتن سيد عبد الحفيظ وكابتن محمد الشناوي وكابتن علي معلول واخدين اذن من النادي الاهلي علشان خاطر يسافروا الامارات يصوروا برنامج رامز جلال الجديد. ازاي تقنعني ان الناس دي اتفاجئت في المقلب اللي حصل لها وهم اساسا متفقين على $20,000 لكابتن علي معلول؟ وكابتن علي عارف كل حاجه من 17 هيجي يتخض ازاي في المقلب؟ يعني اتخض من قبل ما يسافر ولا اتخض بعد ما سافر ولا اتخض اول ما شافه رامز؟ غير ان الموضوع او بلغ فيه السنه دي، يعني كل سنه بالنسبه لرامز الموضوع بيبقى خلاص مسخ وخلاص، يعني الناس خلاص بس مش عارف هي عاده عند الناس دلوقتي تفطر وتضرب الخشافه ولا حاجه وبعد كده تتفرج على هبل والكذب اللي هم قاعدين يسمعوه عادي بالنسبه لهم، بيقتنعوا في الاخر ان ده مقلب مع انهم عارفين ان رامز بيطلع كل سنه يعترف ان البرنامج فيستك بس عادي وما بيصدقوا عادي وبيشربوا كل حاجه. بسم الله الرحمن الرحيم. الموسم الرمضاني بالمناسبة انا واحد قناة الرياضية وكنت فاهم الموسم الرمضاني بالنسبة لي كنت هتكلم في كوبا امريكا والحاجات دي، فجأة لقيت ان الكرة بسبب الوباء اللي احنا فيه فمضطر مع الاسف الشديد ان انا اطلع اقول رأيي كمشاهد في الحاجات اللي انا بتفرج عليها في رمضان. الحاجات اللي بتفرج عليها في رمضان يمكن عندي احلام كده بسيطة، احلام فاتة كده مثلا عند 25 سنة 26 سنة بشوف حاجة بسيطة اللي هو نفسي في يوم من الايام كده الاقي ان الفنان امير كرارة بيعملش مسلسل طلع فيه ظبوطة وطلع فيه ان هو بيحمل حقه وكل حاجة ومش اعتراض على اي حاجة، لان الفنان امير كرارة مش شايف ان هو بيكرر نفسه ولا بيعمل اي حاجة خالص، يعني 3 سنين كلبش ما بينهم حرب كرموز دلوقتي ربنا كرمه وبقى ضابط جيش، يعني الراجل بياخد الرتب كلها مرة واحدة. ونفسي كمان الاقي ان الفنان محمد رمضان بيعمل اي حاجة غير قصص صعوده ان هو يكون بيداس عليه ومظلوم وسط اخواته او مظلوم وسط اي حد بيتعامل معاه بعد كده يبقى هو اللي ظالم وهو اللي مفتري وياخد حقه ويدوس على اللي ظلمه. وطبعا كل الفنانات اللي معاه في المسلسل نفسهم يتجوزوه وكل نفسي اشوف رمضان ما فيهوش الحاجات دي، مش فنان محمد، نفسي اشوف مسلسلات رمضان ما فيهاش مسلسل محمد رمضان بيتكلم عن كده. ونفسي كمان اشوف مسلسل كوميدي في رمضان ما فيهوش استعباط واستهبال وضحك على الدقون بالنسبه للمشاهد. ازاي عايز تقنعني ان انا اقتنع ان في مشهد هيبقى كوميدي ما بين ويزو واكرم حسني؟ ازاي يعني؟ سيبك من المسلسل، مفترض ان كان في توقعات ان هو هيكسر الدنيا احمد فهمي واكرم حسني وتجربه رايح المدام اللي نجحت كان متوقع ان دي هتنجح، بس مع الاسف الشديد التجربه سخيفه بناء على ان هم ما احترموش عقل المشاهد اطلاقا وان هم بقوا بيتكلموا نكت سخيفه وقلاشات رخيصه وحاجات دمها تقيل. وزي ما قلت لك عايز تعمل كوميديا ازاي يا مؤمن وانت كل اغلب كادراتك ما بين اكرم حسني وويزو؟ ده برضو في اول 3 حلقات. الحلقات الجايه اعتقد ان هي تكون اقل كوميديا واكثر بيض. اما فكره ان علي ربيع ومصطفى خاطر يعملوا مسلسل كوميدي مع بعض هي فكره ممتازه جدا، بس مع الاسف الشديد طول ما مفيش قصه الموضوع دم وامه تقيل ومفيش اي حاجه ولا في اي نمط درامي انا متقبل ان انا ابلع الحاجات اللي انتوا تعملوها فيه. عايزين تعملوا قصه كوميديه عادي يا جماعه، يا جماعه في مواهب شابه كتير، بس المشكله ان ايمن مضطر يعني هو اللي كاتب رجاله البيت وكاتب مش عارف بصراحه، يعني يمكن ايمن مضطر كان بيكتب مسلسلات قويه مش عارف اللي حصل، انا مش فاهم يعني الراجل عمل الوصيه كان جميل جدا مش عارف السنه دي كله ضارب ليه، يعني موسم رمضاني مسلسلاته غريبه جدا غير برضو عاشور الناجي وقصه الفتوه وياسر جلال هيرجع زمن احفاد الناجي مش عارف والله، يعني ايه الجديد في قصه الفتوه؟ يعني ايه الجديد في قصه ان في فتوه والجماليه وقصه ان انت في ناس بتتخانق على الفتوه؟ ايه الجديد؟ انا شفت الفيلم ده مع نور الشريف الله يرحمه في سماحه وشفت برضه من نور الشريف الله يرحمه في الشيطان يعظ والجمله الاشهر بتاعت توفيق الدين كله عايز يبقى فتوات امال مين اللي عايز يتضرب؟ ده بالظبط اللي انا بشوفه في 2020، الناس بتعمل دور فتوه وبتعمل ان هي هترجع التراث القديم وكان مفيش اي افكار جديده ولا في اي حاجه جديده. وبالنسبه للجديد بقى مسلسل النهايه، مسلسل النهايه يمكن زي ما في ناس انتقدت حاجات كتير ان هو مسروق وان هو متاخد في لقطات، طبيعي جدا انك تاخد لقطات من الابهار البصري اللي كان موجود في السلاسل الاجنبيه اللي هي بتتكلم عن المستقبل وعن الحروب اللي هتبقى في المستقبل، طبيعي ان هم ياخدوا ده مرجع بالنسبه لهم. عملنا احنا هنا فين في مصر او في الوطن العربي فكره خيال علمي، فهناخد من مين؟ لازم ناخد من الاجانب في الفكره والخيال البصري، لا احنا عايزين بقى نلبس ان احنا كل حاجه متاخده من البدا ومسروقين. ما هو كده اللي يفكر بره الصندوق يبقى حرامي واللي يفكر جوه الصندوق هيبقى ممل ورتيبه وحالته من هنا في 60 نيله. بص برامج المقالب مش طالب منك انك تصدق كل اللي بيحصل فيها ان كل ده حقيقي، لان ثلاث ارباعها تبقى وهم وفيستك، ورامز جلال في الاخر بيطلع يقول يا جماعه الموضوع عادي وانا كنت مبلغ غدافين ثلاثه كده والموضوع كان بالنسبه لي خلصان، ان احنا في ناس ما ينفعش ان هي تتبادل عشان خاطر عمرها وفي ناس ثانيه مسموح ان احنا نبادل في القرار اللي جابه ابوهم، والمقدمه السخيفه جدا اللي بيقعد يقلش على الممثلين بطريقه غير طبيعيه وطريقه غير كوميديه على الاطلاق انك تقعد تسخف من اللي قدامك علشان خاطر تظهر
ان انت برنس وعم القلاشات. الكوميديا مش كده مؤمنين، وارحمونا وروحوا اتفرجوا على افلام اجنبيه او على مسلسلات اجنبيه محترمه بتعرف تطلع كوميديا محترمه من غير ما تكون جنسيه وتكون فيها تقليل من قدامك. يا جماعه الفكره بقت دمها تقيل لما تلاقي برنامج موجود زي برنامج الفنانه فيفا عبده وفكرته كلها عباره عن تنمر، فالموضوع كله فستك. كنا بنشتكي في التيك توك ولا بيعملوه التيك توك بصراحه، اما اشوفوا كل اللي بيحصل ده من المفترض ان هم نجوم مجتمعيين ومفترض ان دول ممثلين كبار، ويشوفوا ان هم بيعملوا حاجات تافهه زي دي، عايزينهم يبقوا عاملين ازاي؟ عايزينهم يبقوا عباقره مثلا او بيعملوا تجارب علميه في التيك توك؟ ما هو طبيعي ان هم لازم يعملوا كل الكلام ده. اعملوا لهم انتوا سينما نظيفه، اعملوا لهم انتوا كوميديا نظيفه وخفيفه وعادي. مسلسل اللعبه اتعمل قبل رمضان وفي 30 حلقه كوميديا خفيفه وظريفه ما فيهاش اي كميه استهبال من اللي بيحصل. دي حاجه بسيطه، الكوميديا مش صعبه قوي زي ما انتم بتحاولوا تبينوا ان الموضوع عباره عن افتكاسه وان انا لازم اعمله سوا. ما زي ما قلت لك السنه اللي فاتت بالنسبه لنفس الناس اللي فاشله كوميديا السنه دي او السنه اللي قبلها، كان رايح المدام، كان رايح المدام نسخه كانت ناجحه جدا، انما نسخه رجاله البيت نسخه اوفر ودمها تقيل بطريقه غير طبيعيه بصراحه. يمكن من اكتر المسلسلات اللي عجباني السنه دي هم اتنين في الصندوق، ان انا شايف ان في كوميديا. انا بصراحه من الناس اللي بحب اشوف حمدي المرغني على الشاشه، راجل بيعرف يطلع كوميديا من اي موقف موجود، ويمكن هو الفاكهه الوحيده اللي موجوده في مسلسل عادل امام. غير كده الموضوع بالنسبه لي فكره ان اتقبل ان في كوميديا موجوده في رمضان غير اتنين في الصندوق وغير لقطات حمدي المرغني في فالنتينو. بالمناسبه انا ما اعرفش الراجل ولا ليه علاقه بيه، وزي ما قلت لك بقالي 7 شهور انا ما بتحركش من البيت ده وما بتحركش مع الكرسي ده، فانا ما بطبلش لحد وانا ما بكرهش حد علشان انا ما بتعاملش مع حد اساسا. انا واحد بقول رايي من اللي انا بتفرج عليه. غير كده انت نفسك مقتنع ان اللي انت بتشوفه في الموسم الرمضاني ده ما هو الا كتله بيض، وانتوا جبرتونا على ان احنا نشوفكم في رمضان عشان خاطر مفيش كوره، فارحمونا يا جماعه ارحم. مش معنى ان انا مجبر ان انا اتفرج عليكم عشان مفيش حاجه غيركم ان انتوا تخنقوني، يا جماعه مش كده. وانا برده مش هبقى شيخ كشك في رمضان وابقى قاعد طول اليوم في رمضان ماسك المصحف، لا. ما احنا في 2020 كلنا ما فيناش احنا ان احنا نقعد نتعبد طول الوقت، لان خلاص احنا بقى في ناس منا ربنا انعم عليها بالنعمه دي ان هي تفضل تتعبد طول الوقت، بس في ناس ثانيه ربنا لسه ما تابش عليها زي حالاتي مستنيه ان اتفرج على حاجه نظيفه في رمضان. انا مش عارف اتفرج على حاجه نظيفه في رمضان. لو انت لو الفيديو كده عدى عليك بالصدفه وانت بتفتحه وحيات ابوك قول لي انا هتفرج على ايه، اكمل رمضان بايه يعني؟ والله بيقول لي اكمل رمضان بايه، ويمكن تاخد فيها ثواب ان انا تفرجني على حاجه عادله في رمضان وانا ما كنتش اتفرجت عليها. ده يا راجل انا حتى بقيت بتفرج على مسلسل كوميدي بتاع نيلي كريم واسر ياسين. نيلي كريم اللي كانت هاريه الناس كلها في سجن النساء بقت بتعمل كوميديا افضل من الناس مفترض ان هم كوميديان. ده احنا بقينا في زمن ما يعلم بالله ربنا. بص انا عارف الفيديو مش هيعجبك من كتر الواحد الخطابيط اللي خبط، بس عادي اعمل لك ايه؟ ده رايي ما انا كمشاهد بشاهد المسلسلات دي. انت بقى رايك ايه؟ الله اعلم. غير ان انت هتقعد تخبط فيا براحتك يا استاذ، اعمل اللي انت عايزه.